اشنو كاين في هذا الكادي؟ خويا هذا الكادي جات عندنا في ديبالاج ديماراج ما كديماريش. من بعد ما درنا الدياغنوستيك ديالنا وجات طوموبيل اصلا فيها مشاكل كثيره، منها الديمارور منها الميكاترونيك حتى هي هي اللي قاطعه الديماراج، ومع السيد بقى كيحاول. هادي شنو البواط هادي؟ هادي دي اس جي 6 موطور 1.6 موطور 1.6 السيد معاه بقى كيحاول باش يديماري ما ديماراش ليه، صدق مسوقيتها الديمارور ديالها. دونك فيها ديمارور الميكاترونيك لقيناها مصوطيه ترفقات قطعه الديماراج على على الطوموبيل. المهم من بعد واحد الدياغنوستيك اللي كان معمق لقينا الحل هو الميكاترونيك، جبنا لها ميكاترونيك القديمه هذه ديال قديمه هذه ديال الطوموبيل. وكان عندهم مشكل اخر الثالث هو البولا موتور، هي بدلتو ملي ديمارينا لقينا مشكل ديال البولا موتور رابدنا دابا بالموقع. هذا شنو كان 2019 2018 وهاد هاد الروجا شنو عندها؟ وهاد الروج دخلات حتى هي اليوم ديباناج موطر فيها مكولي. عرفتي السلام شكون داك؟ مكولي موطر انجينيون. دابا الدراري بداو خدامين فيها كيحب كيحيدو الماسك افون بار شوف باش هبطو لها موطر مولاها بغا موطر جديد. موطور جديد؟ موطور جديد راه غيجيبو لنا الموطر. واخا وهادي. You know I don't need love.